ودع لبنان بطريرك السوريان الانتقي الأسبق والرئيس السابق لمجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان الكاردينال مارغناطيوس موسى الأول داود في مأتم رسمي وشعبي أقيم في كاتدرائية سيدة البشارة. وقد ترأس مراسم الجنازة بطريرك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان، يعاونه لفيف من المطالنة والأساقفة والكهنة بحضور ممثلين عن رئيسي المجلس والحكومة إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين والنواب والشخصيات السياسية والعسكرية. يونان شدد في عظته على مزايا البطريرك الراحل الذي كان رجل الله ورجل الكنيسة وعلى الحاجة إلى أمثاله في هذا الزمن حيث كادت المبادئ تتحول إلى شعارات رنانة.